الطرق لبيت نسكر مع السفير ونبيع بلادي في السفارات ماهيش حقوق. وقت نجي في ميكرو وانا اعلاميه ونقول هاي للبلاد ونتمنيك على بلادي، لا ماهيش حريه صحافه. وقت تشد انت ميكرو وتسب فيه رئيسك، لا ماهيش حريه تعبير. حرمه الدوله قضاء تنفس، القضاء تنفس مع قيس سعيد، قضاء مع جمعيه شمس. هما اللي خذوا القروضات، هما اللي فرغوا الخزينه، هما اللي نهبوها، هو لقاها فارغه، هو قاعد يخلص في الديون. بابليس الراجل قاعد يخلص في الديون، هما جاونا كروشهم هكا، خرجوا كروشهم هكا. انا قلت لك سافرت با مال دو فوا، انا مريت راسي مرعوب فوا. كان في عهدين ربي واحد، في عهد بن علي، في عهد قيس سعيد. تونسيه صح عليكم بقيس سعيد، في مصر هنا قالوا لي صح عليكم بقيس سعيد، في تركيا قالوا لي صح عليكم بقيس سعيد، في دبي قالوا لي صح عليكم بقيس سعيد. يا سبحان الله، العالم الكل فخور برئيسنا واحنا ليه؟ قلت مساكن يخافوا ربي، تو يخافوا ربي فينا. يا اخي طلع حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. كما نعرفوا انه يوم 6 اكتوبر 2024 الشعب التونسي على موعد مع الانتخابات الرئاسيه. اليوم انت كمواطنه تونسيه مع هذايا تسميه فعلا عرس انتخابي، والا ثم جزء من الشعب التونسي المعارض لرئيس الجمهوريه قيس سعيد وايضا المعارضه الاحزاب المعارضه يقول لك هو مأتم انتخابي، انت شو رايك؟ اول حاجه عسلامه، ثاني حاجه نحب نهني الشعب التونسي بكل انجازات قيس سعيد، ذلك الرجل اللي يشرف تونس، هو ولد تونس ويشرف تونس. يوم 6 اكتوبر بالنسبه لي انا مش عرس انتخابي فقط، هو عرس للديمقراطيه وعرس لكل ما هو جديد للتونسي. يكفينا، يكفينا من الظلم، يزينا من الاستهتار بالشعب التونسي. رانا اذكياء، رانا ما ننساوش، رانا ما نسيناش الاغتيالات، رانا ما نسيناش الارهاب في تونس، رانا ما نسيناش الامن الرئاسي اللي تمس، رانا ما نسيناش حرمه المراه التونسيه التي جلدت في شارع الحبيب بورقيبه ونزعت لها الفولاره. رانا ما نسيناش ان ما نخرجوش وخايفين، رانا برشا حاجات. اختي العزيزه، كل من توا يحب يطيح قيس سعيد يا اما فاسد، يا اما يغطي على الفساد، يا اما منخرط في الفساد للعنكوش. هل يعقل ان انسان ما عندوش عنده دوبل ناسيوناليتي ونحطوه رئيس؟ هل يعقل انسان من وراء البحار وهو سارق وهو أملاك الأجانب خذيها ودلسها ومن بعد ننتخبوه؟ احنا ما ننساوش شكون قتل شكري بالعيد، ما ننساوش شكون قتل محمد البراهمي، ما ننساوش هذا، ما ننساوش اتحاد الخرابش عمل في الموظفين وفي الشغالين، كلهم سريق، كلهم أختي سريق، يحبوا يحطموا الرجل اللي حلف أنه ينصر الشعب التونسي والراية التونسية. شنو اللي رينا خايب تقول لي ما عمل مشروع انجازاته ونقول لك هما خلاو له انجازات باش يعملها؟ هما الحليبي، هما الحليبي بزعوا فيه، هما السكر والزيت والطماطم يخبيوا فيها، هما نجيبوا في القهوه بالعمله الصعبه وهما يسرقوا فيها ويخبيوا فيها، واحنا صابرين واحنا ما نسيلش. لا ما عندناش بالقهوه، لا ما عندناش بالسكر، احنا عينا بحرية وديمقراطية صنعها ولد تونس مش بالأحزاب. ليه؟ ما فما حتى مظلوم في الحبس، المظلوم الوحيد هو الشعب التونسي اللي حبوا يستهتروا به وبعقليته. ليه يا سيدتي الكريمة؟ أنا مع ذلك الرجل إلى يوم الدين، خاطر ريت أنا امرأة تونسية، مادامني نحب تونس، مادامني مع اللي يحبها مش مع اللي يسرقها مش مع اللي ينهبها. شنو قيس سعيد علاش تعطيوني علاش تعطيو فيه؟ لا لي شيء، تلموا مع بعضهم السراق الكل. يعني البارح في شارع الحبيب بورقيبه تلقى الجبهه
والنهضة وحزب عبير موسى احنا الحاج نسميها خاطر مش دستوري. لا 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 هي سرقت الاسم هذاك. كلهم ملمومين على راجل واحد. شنو معناها؟ معناها انه هو سيت، معناها انه هو ما هوش سير كيفهم، معناها هما ما هوش يعقع كيفهم. وهذا اللي يشرفني ويخليني ننتخب ونقول تونس من غير قيس سعيد باش ترجع للخراب. شفنيك الحقيقه تحكي بغصة، تحكي معناتها ما دمعة في عينيك، خاطرني بنت البلاد هذيا. انا خرجت وسافرت، انا ما سافرت قبل الثوره وسافرت بعد الثوره وسافرت بعد ما شد قيس سعيد الثوره. فما ديفيرونس كبيره، فما يقول لك يا مكشخه ويقول لك يا تونسيه، فما حاجتين عيطوا لي بيهم وانا لبرا. تونسيه صح عليكم بقيس سعيد، في مصر هنا قالوا لي صح عليكم بقيس سعيد، في تركيا قالوا لي صح عليكم بقيس سعيد، في دبي قالوا لي صح عليكم بقيس سعيد. يا سبحان الله، العالم الكل فخور برئيسنا واحنا ليه؟ عليه اعطيوني عليه. يقول لك هو ضرب بالحقوق والحريات، هو قاعد يحط في صوت حر، يحط الحقوق. يقول لك هو معناتها سبب في الازمات اللي قاعده صايره في البلاد. لا 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 سي با فغي، ما صحيح. ما انا اتكلم في الشارع، شكون ضربني؟ شكون قال لي ليه؟ شكون اللي قال لي ليه؟ ليه يا اختي؟ انا وقت اللي نبات نسكر مع السفير ونبيع بلادي في السفارات ماهيش حقوق. وقت اللي نجي في ميكرو وانا اعلاميه ونقول هاي للبلاد ونتمنيك على بلادي، لا ماهيش حريه صحافه. وقت اللي تشد انت ميكرو وتسب فيه رئيسك، لا ماهيش حريه تعبير. حرمه الدوله، حرمه الدوله يلزمها ترجع، حرمه الدوله يلزمك تحترم من هذاك استاذ وهذاك معلم وهذاك منع. احترموا رواحكم، هزيو من التسيب. انيه الحريات اللي يحكيوا عليهم؟ شكونهم؟ برو شوفوا الدوسيات. انت ماكش تتهم في قيس سعيد لهنا، انت تتهم في القضاء. برو شوف القضاء، القضاء تنفس، القضاء تنفس مع قيس سعيد. ماهوش ظالم، ليه؟ هما ظالمين رواحهم، هما قاعدين. انا اكبر دليل على كلامي بنتي، اتحدوا الكل اللي كانوا في مجلس النواب يوميا راوهم يتعاركوا، اتحدوا توا البارح موجودين. نهضة مع جمعية شمس، احنا لهنا نقول ربي فضلك يا قيس سعيد يا خويا، نحيلي الحرية ونحيلي الديمقراطية ونحيلي اللي تحب انت وخليني قيس سعيد. تبقى جيعانة، يقول لك انه احنا توا جيعانين، القفة غالية، الأسعار غالية، كل شيء غالي، ورئيس الجمهورية ماهوش هوني. لا لا ماهوش صحيح، هذه أزمة عالمية بريميرمون، ودوزيامون هما اللي خذاو القروضات، هما اللي فرغوا الخزينة، هما اللي نهبوها، هو لقاها فارغة، هو قاعد يخلص في الديون. با بليس الراجل قاعد يخلص في الديون اللي عملوها هما. هما جاونا كروشهم هكا، خرجوا كروشهم هكا، هما قالوا غصبا عنكم، قالوا باش ننحروكم، قالوا عنا 50، عنا انتم عندكم 50,000 جندي، احنا عنا 200,000 انتحاري. هما قتلونا اولادنا، هما جوعونا. مش قيس سعيد، قيس سعيد قاعد يحارب في فسادهم، في اللي خلوه هما. وقتاش ايه قيس سعيد؟ عليه نحنا في عهد النهضة النكبة، احنا لاباس. انا ما نجمش نتجر على حبيب بوركيبه، وكي نهبط وراك انت واقفه ما نجمش نتكلم، ما نجمش نعطي. ها هي الديمقراطيه، ها هي حريه الراي. انا قلت لك سافرت با مال دو فوا، انا مريت راسي مرعوف فوا. كان في عهدين ربي واحد، في عهد بن علي، في عهد قيس سعيد. احنا نحكيو عليهم هما هما وشرط ايضا لحركه النهضه. شكون جابها حركه النهضه؟ شكون انتخبها؟ شكون خلاها هو اجنبيه؟ يعني مش الشعب التونسي انتخبها؟ شوف في الوقت هذاك انا قلت مساكن يخافوا ربي، تو يخافوا ربي فين؟ يقتلا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. انا وقت انا خطاباتهم الكل، انا مرأة نحب بلادي وملمة، انا مرأة سياسية، ولكن لا ما عنديش
مانيش دم مصب، لكن نحب بلادي، لازمني نعرف اكبر بلادي، نقرا نتفرج في مجلس النواب. الذاكره ما حبش تنحى من مخي شنو قايل، كان خطابهم قاسي، خطابهم كيفاش كان عدواني، خطابهم كيفاش كانوا على التوانسه، كيفاش الفتنه. انا لهنا في شارع الحبيب بورقيمه سهام بالي وقت اللي قالت موتوا بغيظكم، انا موجوده، انا بكيت جاوبتها، لكن كنت خايفه وانا مروحه لداري، خايفه في التاكسي ياخذوا عليا. كان الخوف، تو فماش خوف، تو فما فرحه. ليه مش صحيح؟ نحاولوا هما تكاتفوا كي سهام بن سدرين كلهم سريق، فرغوا هنا البلاد، فرغوا هنا، افهم الرجل يحارب توا باش يوقف البلاد. انا الراه اللي ماهوش تونسي هو اللي ما يجيز تقيس عايد، انا الراه هكا، انا كمواطنه تونسيه باش يكون في بالك، انا اعطيت دمي للبلاد هذيا، انا بابا كان مناضل، فهمتني؟ انا بنت مناضل، انا خويا احنا عطينا ما خفيناش من البلاد، احنا عطينا ومازلنا نعطيو. انا واحده من الناس امنيا ما عادش نعيش فيها تونس، كان ما يشدهاش قيس سعيد وامثاله للدرجه هذه، شنو نعمل خاطرهم متحدين. المسيره متاع البارح خلتني نتاكد، ما خلتنيش حتى شعره، شعرة متاع شك، مسيرة البارح. ولو انها ولا الحمد والشكر لله انهم قلائل، لكن انا حكيت لك النهضة مع سيبير، النهضة مع الدستوري، النهضة مع سامي عبو، مع الاتحاد، والنهضة مع جمعية شمس. لهنا معناها مخك اسك نورمال، معناها راكم كنتوا تتضاربوا، راهو ما يجيش شيء ما يقابلش بعضه، معناها انتوما كنتوا تتبنيكوا علينا، والشعب التونسي ذكي ما يتبنيك عليه حد، والبلاد هذيا بلاد فلاح، اللي يعمل هكا يطيح فيه. انا عييت باش نكمل. حتى اخر سؤال من التصريحات الاخيره والجديده نتاعهم، يقول لك سنعمل على اسقاط رئيس الجمهوريه قيس سعيد، وانه ما يطلعش وما ينجحش في الانتخابات الرئاسيه. هما قالوا سيعملون على إسقاطه، على إسقاط قيس سعيد، وقيس سعيد يقول لهم سأعمل على إرضاء ربي في هذا الشعب، وشوف شكون يربح وقتها.